السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تیسرے بارے میں اما بارے میں سورة الناس سے سورة الشمس ہم پچھلی ویڈیوز میں پڑھ چکے ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے ان تمام صورتوں کو بہتر کر لیا ہوگا. آج کی ویڈیو میں ہم سورة البلد تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے. آپ بھی میرے ساتھ ساتھ اس کو ریپیٹ کریں اور اس کی پریکٹس کرتے رہیں تاکہ صحیح تلفظ اور تجوید کے ساتھ آپ کو یہ صورت یاد ہو جائے. آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق. سورة البلد مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم لا اقسم بهذا البلد بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل وأنت حل بهذا البلد بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد ووالد وما ولد وما ولد ووالد وما ولد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان في كبد في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر أيحسب أن لن يقدر عليه أحد عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت يقول أهلكت مالا لبدا مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ألم نجعل له عينين عينين ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا ولسانا وشفتين وشفتين ولسانا وشفتين وهديناه وهديناه النجدين وهديناه النجدين فلاقتحم فلاقتحم عقبة عقبة فلاقتحم عقبة فلاقتحم عقبة وما أدراك وما أدراك
ما العقبة؟ ما العقبة؟ وما أدراك ما العقبة؟ وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، فك رقبة، أو إطعام، أو إطعام في يوم، في يوم ذي مسغبة، ذي مسغبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما، يتيما ذا مقربة، يتيما ذا مقربة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا، أو مسكينا ذا متربة، ذا متربة، أو مسكينا ذا متربة، أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالمرحمة، وتواصوا بالمرحمة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك، أولئك أصحاب الميمنة، أصحاب الميمنة، أولئك أصحاب الميمنة، أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا، والذين كفروا بآياتنا، بآياتنا هم أصحاب المشأمة، هم أصحاب المشأمة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار، عليهم نار مؤصدة، مؤصدة، عليهم نار مؤصدة، عليهم نار مؤصدة. دوبارہ اس سورت کو ریپیٹ کریں گے. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين
ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم.